لو الحكاية فيها إن فيجو ولكن علينا من تغيير في بعض الحالات، علينا من الحاف شويه من الموظفين ان شاء الله عقاري. عندنا بعض الحالات سجلناها وصلناها ان بعض الموظفين ذهب باستقرار التوكيل باسم حمدين عبد العاطي عبد المنصور صباحي، خرج التوكيل باسم عبد الفتاح سعيد السيسي اعتقد الاسم كامل، ومع ان المواطن بيقول انا عايز اعمل توكيل باسم الاستاذ حمدين بيقول الاسم رباعي. سجلنا حالتين وهناك بعض الحالات الاخرى اللي كانت واضحه بصوره تهديدات، يعني تاني جاي تعمل تهديد لحمدين، اشمعنى حمدين يعني مش خايف على نفسك؟ من جهات محدده دكتور تهديدات؟ يعني اعتقد يعني ان الحكايه محصوره في بعض الموظفين في الشارع العقاري، في بعض المتطوعين فيجو.